الحكمة في كثرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال لسيدنا أسامة بن زيد: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. بدأ يعني الحكمة من كثرة الصيام في شعبان. ومن الحكم الأخرى أن يوطن الإنسان نفسه أو أن يهيئ المسلم نفسه لصيام رمضان، فيكون صيام شعبان بمثابة السنة القبلية التي تكون قبل الصلاة. دائما الصلاة كما قلت لها سنن قبلية وسنن بعدية، يعني مثلا صلاة الظهر لا 4 ركعات سنة مؤكدة قبل صلاة الظهر، 4 ركعات سنة مؤكدة، وبعد صلاة الظهر في 2 ركعتين سنة مؤكدة، لأن السنن المؤكدة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة المؤكدة على الصلاة هكذا: 2 ركعتين قبل صلاة الصبح، و4 ركعات قبل صلاة الظهر، و2 ركعتين بعد صلاة الظهر، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء. فنجد أن صلاة الظهر وحدها لها 6 ركعات سنة مؤكدة: 4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعتين بعد الظهر، يعني نصف السنة المؤكدة فقط عند صلاة الظهر. وصلاة العصر ليس لها سنة مؤكدة، لا قبلية ولا طبعا لا لا لا، يعني الصلاة بعد العصر مكروهة، فليس حتى لها سنة لا بعد الصلاة. أما قبل صلاة العصر فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل العصر 4، ده سنة غير مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاة الظهر لها 4 ركعات سنة مؤكدة. فرضا أنك لم تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، فمن الممكن أن نظرا مثلا لدخول الوقت، أو نظرا لأنك لم يعني لم تلحق الوقت لأن تصلي السنة، فمن الممكن أن تقضيها بعد صلاة الظهر. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إن لم يصلي 4 ركعات قبل الظهر فمن الممكن أن يقضيها بعد صلاة، يعني يصلي بعد الظهر 6 ركعات. أو فرضا صليت قبل الظهر 2 ركعتين فمن الممكن أن تصلي بعد الظهر 4 ركعات. يعني نظرا للاهتمام السنة المؤكدة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على فعلها، فلما يقضي بمعنى ذلك ده في نوع من أنواع التأكيد، لما يقضي مثلا دي سنة ومع ذلك كان يقضيها بعد الصلاة إن لم يصليها قبل صلاة الظهر، فهذا يعطينا نوع من التوكيد على أهمية صلاة السنة القبلية. السنة القبلية لماذا أنا يعني أقول من الحكم أن صلاة الظهر لها 4 ركعات سنة مؤكدة قبل صلاة الظهر؟ لأن صلاة الظهر غالبا بتأتي في وقت العمل الأساسي بالنسبة للإنسان، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقلك من شواغل الحياة وصوارف الدنيا رويدا رويدا أو قليلا قليلا إلى محراب العبادة. لأنك أنت لو أتيت من الخارج مباشرة ودخلت في صلاة الفريضة فما زال قلبك متعلق بأمور الدنيا، وما زال عقلك يفكر في شواغل الدنيا، فبالتالي لن يكون هناك خشوع في الصلاة. إنما حينما تأتي مثلا إلى المسجد مبكرا وتردد كلمات الأذان خلف المؤذن وتصلي السنة المؤكدة، بمعنى ذلك أنك انسحبت من الحياة قليلا قليلا، ثم بعد ذلك حينما يقام لصلاة الفريضة فأنت مسبقا قد هيأت نفسك للدخول في الفريضة، سواء بالجلوس بين الأذان والإقامة، سواء بصلاة السنة المؤكدة، فكأنك هيأت نفسك للدخول في صلاة الفريضة، وبالتالي حينما تكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة فيكون هناك نوع من الخشوع. لكن حينما تدخل المسجد مباشرة تكبر تكبيرة الإحرام مثلا إذا ولد الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، فإنك أنت ليس آلة ميكانيكية ستضغط على زر فتتحول من أمور الدنيا إلى أمور الإيه؟ إلى أمور الدين، أو تتحول من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة. مش ماكينة هي ولا سيارة تعمل هكذا بتنقلب الأمور، لا، وإنما ينبغي أنك أنت بتدخل من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة، يعني بالتدرج هكذا. فلذلك كان لصلاة الظهر 4 ركعات سنة مؤكدة. فالمقصد أن صيام شعبان هو بمثابة السنة المؤكدة التي تكون قبل الصلاة تهيئ الإنسان للدخول في رمضان، لأن الإنسان بيدرب نفسه ويهيئ نفسه للدخول في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه.